لماذا هذا التكتم الشديد كان؟ نعم، ليش كان في هالتكتم الشديد يعني خلال هذه اللقاءات ومحاولة؟ لأنه بصراحة هن تعودوا بأنهم بيعملوا طبخاتهم بالسر، وبس تنضج بدهم يطلعوها للناس بعدين، بعد ما تكون فاتت يعني الوقت على إمكانية معارضتها. ما ننسى أنه ما جرى في بعبدة هو اجتماع لا يلزم المؤسسات الدستورية، بعد في مراحل كثيرة يجب أن يبلغ هذا الاتفاق. يجب أن بالأول يتم هذا الموضوع وفق المادة 52 من الدستور بالتشاور بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة، ومن ذلك مع أنه رئيس الجمهورية هو الذي يفاوض باسم لبنان، لكن لابد من التفاهم أو التوافق مع رئيس الحكومة، ومن ثم يعرض على مجلس الوزراء، وإذا كان هناك تبعات مالية للموضوع يحتاج إلى تشريعات يجب أن يمر في مجلس النواب. لذلك المسار طويل، مع أنه حسب معطياتي كان في رغبة عند الرئيس ميشيل عون أنه يبت بهذا الموضوع سريعا خلال ببعبدة وليس في أي مكان آخر. المهم اليوم أنه نحن أمام مأزق بأنه العدو ما زال يعمل بشكل طبيعي على المنصة اللي حط على كريش، على حقل كريش، ويتصرف وكأنه شيئا لم يحدث ولم يجمد أعماله كما ادعى البعض، ونحن ناطرين أنه يجيب لنا الوسيط الأمريكي جواب، مع الإشارة إلى أن هناك معلومات أن الوسيط الأمريكي يعد اليوم لصيغة هو يقترحه على هذا على الطرفين. لذلك أنا قلت في المقابلة أن هناك تنازلات جديدة، لأنه سيأتي الوسيط الأمريكي بصيغة بأنه الإسرائيلي تنازل من هذه الجهة ويجب أن تتنازلوا من الجهة الأخرى حتى يتم الاتفاق. أصلا لبنان بدأ بالتنازل عندما لم يتمسك بموقف الوفد المفاوض في الناقورة، على اعتبار الخط 29 هو خط الحدود الذي يجب أن ترسم الحدود على أساسه، واليوم نحن صرنا عم نفاوض حول 23، وكل معلوماتي أنا تؤكد أن الوسيط الأمريكي كان يتحدث عن التفاوض حول الخط 23، ولم يعطي أي التزام بأن الخط 23 سيكون كاملا للبنان. يعني هذا يعني نحن في المرحلة المقبلة على الأقل، كنت عم تقول أنه رئيس الجمهورية كان يأمل أن تتم حلحلة هذا الملف على الأقل خلال ولايته أو في الأشهر الأخيرة. يبدو أن هذا الملف يعني سيرحل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، أم أن أيلول ستكون بالفعل هي مهلة حاسمة بهذا الملف؟ يعني بالنسبة للمقاومة بداية أيلول هي المهلة الحاسمة، وبعتقد أنا جازما أن المقاومة ستتصرف على المستوى العسكري في حال لم يتم الوصول إلى صيغة ما في موضوع الترسيم خلال الأسبوعين المقبلين. المشكل أنه حتى كمان الوسيط الأمريكي أراد أن يدخلنا في دهاليز السياسي الداخلية لدى كيان العدو، وبده منا نكون أو طرح أنه يعني ما تضغطوا هذه الحكومة كثير، حكومة لبيد، وخلي الأمور يعني تكون أسهل ويكون في عندكم مرونة، لأنه إذا ما صار إذا ضغطتوا أكثر وقدم لكم تنازلات شيء بهالمعنى، يعني أنه هذه القصة رح تخلي تعطي مادة لخصمه الآخر زعيم المعارضة في كيان العدو اللي هو بنيامين نتنياهو، وكأنه نحن معنيين في السياسات الداخلية الإسرائيلية، وأنه نحن لازم نشوف كيف نراعي هاي الحكومة أو هديك الحكومة. هذا الأسلوب كانوا يعتمدوه الأمريكان مع بعض الأنظمة العربية لما بدهم يمرروا شي صفقة على حساب القضية المركزية العربية اللي هي قضية فلسطين والصراع مع هذا العدو على حساب هذه القضية. لذلك أنا بعتقد لبنان يجب أن لا يكون معنيا ولا بأي شكل من الأشكال بأي تساهل وبأي يعني مماطلة ومراوغة. والمؤسف أن المقاومة تفاوض بالتهديد على مستوى عالي جدا، والسلطة هذه السياسية للأسف تفاوض بمستوى متدني نتيجة خوف الكثير من مسؤولين هذه السلطة من العقوبات الأمريكية.